وفي السابق كان إيرين والبقية في تدريب الشتاء، ثم وصل راينر ليخبرهم أن كريستا مفقودة، كذلك داز ويومير، وتوتر الجميع بما أن ثلاثتهم أصبحوا ضائعين. وبسبب العاصفة تم تأجيل عملية البحث للصباح. من الناحية الأخرى كانت يومير تقنع كريستا أن تتخلى عن داز المصاب حتى لا يعيق تقدمهم، وإذا تخلوا عنه ستكون نجاتهم الاثنين ممكنة، لكن إذا أصرت كريستا على إنقاذه سيموت ثلاثتهم بالعاصفة الثلجية. وقتها عرفت يومير أن كريستا مهووسة بالتضحية بنفسها من أجل الآخرين، وسخرت منها أنها تضحي بنفسها لتلقي المديح بعد موتها. أيضا أخبرتها أنها تعرف ماضيها كونها ابنة غير شرعية وحرمت من حمل اسم عائلتها ويبحثون عنها ليقتلوها، لكن تغاضوا عن ذلك ومنحوها اسم جديد لتنضم لصفوف المتدربين. وعرفت ذلك بالصدفة أثناء تسللها للكنيسة، لأنها حظت كريستا بفرصة ثانية للعيش. أصبحت يومير مهتمة لها بما أنهم يتشاركون نفس الماضي، وذكرت يومير كل ذلك حتى تخبر كريستا أن تغير قدرها، وبدل شغفها للموت تطمح لحياة أفضل. ثم أبعدت يومير كريستا لكي تنقذ داز وتحولت لعملاقة، وأثناء نقاش إيرين لينقذ البقية أوقفه راينر لتجنب المزيد من الضحايا، لكن فجأة سمعوا برق التحول ووصلت يومير حاملة معها داز، وكريستا وصلت متأخرة لكن لاحظت أن يومير بالفعل أنقذت داز. وعودة للأحداث الحالية صدمت يومير الجميع بأنها عملاقة وضحت بنفسها لتنقذهم. ثم ذكر راينر أن نفس العملاق اللي التهمت مارسيل كانت يومير، وبدأ الجميع يتساءل حول العملاق التي بحوزتها، فهي تستطيع التحول دون أن تفقد السيطرة على العملاق، وكانت يومير على وشك الهزيمة، لكن كريستا أخبرتها أنها ما تضحي بنفسها من أجل القلعة، وطلبت يومير أنهم يتمسكون بها حتى تنقذهم، لكن لم تنجح خطة الهروب، وكريستا حاولت أن تشجعها. فجأة لاحظها عملاق ووصلت ميكاسا لتنقذها، وأيضا القائد هانجي حتى يقضوا على بقية العمالقة. وبعد أن انتهوا عرفوا أن يومير كانت عملاقة، وأخبرت كريستا يومير بأن اسمها الحقيقي هو هيستوريا، وبهذا أوفت هيستوريا بوعدها ليومير بأنها تستخدم اسمها الحقيقي إذا اكتشفوا أنها عملاقة.